اهلا مشاهدي الكرام ومشاهدي انفاس بريس، من حلقه جديده من برنامج ضيف وقضيه. القضيه اللي غادي نناقشوا اليوم هي هذا الكتاب، هذا 15 مينيت بور سوفي مافي. هذا الكتاب هذا هو من اخر الاصدارات لمصطفى صلحان، هذا واحد من المغاربه المقيمين في ستراسبورغ، والجميع كيتذكر الاحداث الارهابيه اللي عرفتها هذه المدينه هذه سنه 2018. الاقدار ساقت هذا السائق هذا من اجل انقاذ ستراسبورغ من حدث ارهابي كبير اللي كان في ذاك الوقت. الآن بعد مرور 6 سنوات ما زال الأثر وما زال الجرح في قلب مصطفى صلحان، اللي غادي نعرفوا من خلاله هذه الأحداث هذه، نقوم بعملية استرجاع لهذه الأحداث هذه، وأيضا نطلع على هذا الإصدار. ابقوا معنا. طيب سي مصطفى صلحان، مجددا مرحبا بك مره اخرى. يعني اولا نبغوا نعرفوا، يعني نرجع شي شويه للوراء، بالضبط 11 ديسمبر 2018 شنو وقع بالضبط؟ كيفاش هذا التاريخ هذا باقي عالق لك في الذهن ديالك؟ في 2018 في ديسمبر كانت وقعت واحد لاطونطا عندنا في ستراسبورغ، كانوا ماتوا فيها 5 الناس و11 واحد البليسي. وانايا كنت خدام شيفور ديال الطاكسي هذيك اليمات، كانت عندي واحد الطاكسي ديالي خدام فيه، ودخل عليا داك الارهابي، دخل عليا في السياره ديالي وخداني اوطاج، وانا عقد به بين ما رديت شي حاجه، ولكن ما كنتش عارف اش اصلا اش داير هو. انا في النظر الاولى اللي شفتو فاش كان جاي عندي باش غادي يطلع عندي للطاكسي، كاين ناس بزاف في هذيك المنطقه وكنشوفو ماشي تلهيه، هو عربي ماشي تلهيه، قلت هذا دير شي حاجه خاون شي ساك او لا خاون شي حاجه فلوس لشي واحد وباغي نهضبو من تماك، وقلت غادي نحيدو من تماك ومن بعد غادي نتفاهم معاه. من خلال الكلام شنو بان لك هو اصلا منين؟ هو الاصل ديالو غير زدنا شي شويه وهو كيتكلم معايا بالعربيه، وديك العربيه ديالو ماشي الدارجه ديالنا حنايا، عرفتو بين ما هو جزائري. هي هذيك بقيت غادي كنسيس معاه غير بشويه بشويه باش نعرف اش دار هو. وكنشوفو كان هذاك الوقت هذا كان عندنا البرد بزاف، كان عندنا شي درجه تحت الصفر بشي 5 تحت الصفر، وكنشوفو عرقان، فهمتي عنده العرق كيهود من الجبهه ديالو. قلت هذا ما يمكنش عنده شي حاجه، كنسقسي فين كنقول لي اش كاين بالعربيه، قلت لي شوف انا طاكسي غير قول لي اش كاين، انا نتعامل معك مزيان، شتك راه ماشي مزيان هو سميتو. قال لي ما نقدرش نقول لك اش درت انا، قلت لك سير سير تمشى. فين بالضبط غادي؟ غادي في ستراسبورغ، غادي هو غير غادي وصافي. ايه هو اللي كي هو اللي كينعت لي الطريقه ديالو فين غادي نمشي انا. شويه قلت لي شوف لكن شي حاجه غير قول لي انا غادي نتعامل معك مزيان. قال لي عرفتي اش درت انايا؟ قلت لي لا غير قول لي. قال لي انا قتلت 10 الناس، قتلت المسلمين، درت واحد لاطونطا هنايا، ودابا ما غادي تبقى معايا، ما غادي تمشي حتى لشي بلاصه، الا مشيتي شي بلاصه نقتلك. هي هذيك في هذيك البلاصه شهدت انايا المره الاولى، وقلت غادي نحاول باش غادي نشوف شي طريقه باش غادي نخرج راسي من هذا في هذا المستوى اللي وقع فيها، ولكن ما غاديش نخليه يدير ما بغى. وبقيت غادي كنسيس معاه غير بشويه بشويه. واحد قاتل 10 سهل عليه يزيد 11. اي ماشي مشكل، واكثر اصلا من قال لي هو، قال لي انا قتلت المسلمين، قلت المسلم اللي جاي هو انا اللي غادي يسالي معايا انايا. وكنحاول باش نعرف. هز شي سلاح، هز شي حاجه. اي هز معاه السلاح، هو حط علي واحد الفردي على هنا على عنقي، وقال لي شوف، قال لي بالدارجه ديالهم هما، قال لي تحرك نحيك. قلت لي لا شوف، قلت لي خذ راحتك، غير هذاك الفردي حيدوه خبيه. وثاني من بعد قلت لي وخرج، قلت لي انا قلت لي بمسلم بحالي بحالك انا غادي نتعامل معك. انا فهمت بين ما خاصني نشوف شي طريقه. تسلك راسك. تسلك راسي، انا عندي تجربه، كانت عندي خدمت 20 عام في لا سيكوريتي بريفي، كنت خدام، و جو سوي ان اونسيان شامبيون دو كاراتي، كنت ان اونترينور، وكنت كندير لي شامبيونات دو كاراتي عندنا حنا في لا ريجيون ديالي، معروف.
وملي وصلت ل 40 عام قلت غادي نخدم في الطاكسي ونخدم في الترونسبور اون جينيرال. كنت نخدم مع لي بارلومونتير، كنخدم مع الوزاره، كنخدم مع لو توريزم. ملي جاتني هاد ليستوار هادي كنت خاصني نحاول كيفاش غادي ندير باش نخرج راسي. وماشي كاين غير ليكسبيريونس ديال السبور ولا ليكسبيريونس ديال لا سيكوريتي، كاينه هي سبحانه وتعالى كيدير لك واحد السبب باش كيخرجك من هذه الطريقه هذه، كيعطيك واحد الفرصه وكيعطيك تماك فين عرفت اشنو الاسلام ديالنا وزعما الله سبحانه وتعالى كيفاش كيسير باش كيخرجك من شي طريقه. ثبتك الله حتى ثبتني الله، اجلت انايا بقيت غادي معاه. هو كيهضر بزاف، كيحاول باش كي كيما نقولوا بالدارجه يدوخني باش يقول لي شي كلام. انا كنفكر كيفاش غادي نسلك راسي من هاد من من هاد لا سيتوياسيون. وهو لوبجيكتيف ديالو باغي يوصل للكوميساريه، باغي يقتل البوليس. مازال غادي خدام؟ مازال باغي هو باغي يوصل للكوميساريه باش غادي يمشي يقتل البوليس. انايا فهمتو بين ما باغي يديني لهذيك البلاصه، وانا قلت لبشينا حتى تماك وصلنا لهذيك عند الكوميساريه راه غادي نموتونا البوليس، غادي نقتلونا احنا بجوج. خصوصا انت موصل البوليس ما غاديش يعرف انك غير طاكسي طاقتي ما شي حاجه. حيت دابا ملي كنشوفوا ليستوار كيفاش دازت، هو ملي قتل هذوك الناس، قتل خمسه وبليس هذوك 11 واحد، جاك الطاكسي كيتسناه. هما البوليس دابا اش غادي يقولوا؟ غادي يقولوا هذا راه معاه عربي مع عربي، والطونوبيله عندي، وكنت عندي واحد لا مرسيدس كلها كحله، هي كحله والجاج ديالها كحل وكل شيء. انا ملي كنت غادي معاه كنفكر، هو كيهضر بزاف، انا كنفكر كيفاش غادي نخرج راسي من هاد لا سيتياسيون، حيت قلت لا مشى حتى جو البوليس راه غادي نموتونا، فهمتي؟ غادي يقتلونا احنا بجوج، حيت عارف هو اصلا باغي يقتل البوليس هذيك الساعه. غادي نفتق، هو اللي كينعت ليا اما نمشي على اليمين ولا على اليسار، هو اللي كيحكم في هذاك الوقت، هو اللي كيحكم. انا ما يمكنش ليا نقدر نبقى في هذه لا سيتياسيون ما ندير حتى شي حاجه، خصني نحارب راسي باي طريقه. وتحمي نفسك بطبيعه الحال. معلوم، حيت الحاجه هي اللي عندي انا باش غادي نحاربو، عندي فمي وراسي باش كنفكر باش والقوه اللي عطاني سبحانه وتعالى باش في هذيك الساعه باش ما خفتش، وماشي غادي زعما غادي ندير شي حاجه اللي غادي ترجع ليا. خصني نفكر مزيان علاش من بعد كتبت هذاك الكتاب وفصلت فيه اي طريقه كيفاش في هذيك ربع ساعة كيفاش جات باش نجيت الناس ونجيت البوليس ونجيت راسي. غادي في الطريق وشوية هو يقول لي أنت منين؟ قلت لي أنا من المغرب. قال لي أنا مدينة. قلت لي من الدار البيضاء. قال لي ما كنعرفش الدار البيضاء. تماك عرفتو بين ما عنده لا علاقة لا مع المغرب ولا مع أي دولة. العربية شوية عنده عيانة. شوفنا غاديين وشويه ويقول لي غادي تاخذ ديريكسيون الكوميساريه وغادي نمشيو للكوميساريه. قلت صافي لا مشينا حتى للكوميساريه غادي شو يتيري على عباد الله تماك البوليس هما غادي يتيريو علينا غنموتو. قلت لا مشيت حتى وصلنا قدامه غادي نتلاح معاه في واحد الواد. كاين واحد الواد قدام الكوميساريه. قلت انتم غادي مصطفى ما تابعكم بوليس ما تابعك السيران والو؟ لا ما تابعين والو. هذيك الليله عرفتي ما كاينش السيارات ما كاينينش، على الناس ما كاينينش، حيت ملي شهور كيقتل في الناس هو هذاك المارشي دي نوال عامر، فهمتي؟ عامر بزاف الناس كاينين فيه. الناس هربوا، كلشي اللي مشى تخشى في الدار ديالو، اللي مشى دخل شي مكازا، شي واحد دخل في سال دو سبور، فهمتي؟ الناس هربت وكيقلبوا عليه. هما صاحبو كاينين شي جوج ولا ثلاثه اللي كثر كيقتلوا هو في 10 دقيقه اللي قتل فيها خمسه الناس وبليس 11 واحد، اللي هما كاينين البنات باقيين صغارات عندها 18 20 عام تيرا عليهم، فهمتي؟ خلاهم تماك. كاين اللي تيرا عليه في راسو، كاين اللي ضربوا بالموس، كانت عنده واحد الجنويه كما نقولوا، كان يضرب بها الناس ماشي غير القرطاس. مشيتي قال لك اديني للكوميساريه؟ قال لي اديني للكوميساريه، غنمشي للكوميساريه. وتماك حنا واقفين في واحد
في حد الفروج ويشدوا شدته هذيك الضربه اللي كانوا تيروا عليه الميليتير، كانوا ضربوه لهنايا محنوا، وكان تير عليهم تير على شي ميليتير تير عليهم في المدينه وما يقيسوه لهنا، وقيسوا توا قاسهم توا ضرب مع توما بليساهم. قال لي غادي تسوانيني هي الاولى، غادي دير لي لي بروميي سكور وعاد نمشيو للكوميساريه من بعد. تماك عرفت بان ما عندي فرصه، غادي هذه الفرصه هذه غادي نتخلص منه، من ما غادي نشوف كيفاش غادي نسلك راسي. قلت لي عندي باش نسوانيك ماشي مشكل، ولكن خاصك تهود معايا، راه عندي كلشي في الكوفر الا بغيتي نسوانيك على برا، وغادي نقاد لك هذيك المسائل. هي هذيك تقارينا في واحد الزنيقه، بقينا كنهضروا شي ثلاثه دقائق وحنا كنهضروا في السياره. قال لي لا خليتك تمشي دابا تمشي عند البوليس. قلت لي لا ما نمشيش عند البوليس. قال لي تابين غادي تمشي عند البوليس. قلت لي لا ما نمشيش عند البوليس، انا غادي نمشي في حالي غندخل للدار. قال لي اش غتقول لهم اللي جاوا عندك؟ قلت لهم انا هزيتك من هذيك البلاصه من السونتر فيل، انا جيتك لهذ البلاصه ما كنعرفكش، نخليهم يجوا عندي يقولوا اللي بغاو. قلت لي ماشي مشكله. قلت لي انا ضد البوليس، خاصني نبين ليه بين ما هو انت خاصك تسلك راسك، خاصني نسلك راسي باي طريقه، خاصني نبين ليه بين ما راه هو اللي كيحكم، هو اللي هو اللي عنده هذيك الفرصه هذيك الساعه، نحاول باش نتفك منه. قال لي دابا هود، ملي هودت من السياره حط لي هذاك الفردي على كرشي، قال لي شوف وتحرك انت ريفك فهمتي. قلت لي لا شوف، قلت لي انايا انا انسان قلت لي كنخدم الطاكسي، ما فيها ما نضرب، ما عجز عليا المشاكل، انا غادي نعطيك باش تسواني راسك. قال لي باش غتسوانيني؟ قلت انا نعطيك باكيه ديال المشوار ونعطيك الماء باش تغسل باش تقعد. قلت لي وغنخليك هنا. قال لي صافي غتخليني هنا؟ قلت لي غنخليك هنا. قلت لي انا ما قلتي لي جيبني لهنا، انا جيتك دابا لهنا، غادي نمشي في حالي انا. هو هذيك الضربه اللي ضربوه هما محناته مزيان. اش حطيت انا؟ حطيت لي هذيك هذيك الباكيه ديال المشوار، حطيتها لي فين مضروب هو، وحطيت فوق منها القرعه ديال الماء. انا عارف عندي تجربه كيما اوتوكو سبورتيف فهمتي، اوتوكو كاراتيكا، انا عارف بين ما راه شي واحد اللي كيكون مضروب كيكون محن فهمتي، عنده واحد لا كونسونتراسيون في هذيك الضربه هذيك. ملي حطيت لي هذيك القرعه ديال الماء مع هذيك الباكيه ديال المشوار، حط هو الفردي داروه هنايا في جنبه، واش هو كيهز هذاك المشوار، وانا نتسخر غير بشويه وانا ركب في السياره، كنخليتها اون مارش السياره، ديماريت ومشيت. فين مشيت؟ غادي درت واحد 200 متر وكنشوفو كياخذ في هذاك المشوار وديريكسيون الكوميساريه. انا مشيت للكوميساريه ديريكت. هذه الكوميساريه اللي جابك لهنيت؟ اه الكوميساريه كان واحد 900 متر بيني وبين الكوميساريه. جيت تماك قدام الباب كندق. شحال كانت الساعه ديك الساعه؟ هذيك الساعه شي 8 و4 ديال الليل، كندق، حلوا لي الباب، حطوا عليا توما الفراده، قال لي اش بغيتي؟ قلت لهم راه انايا طاكسي شيفور هنايا، وراه شي واحد دار شي اطونطا هنايا، راه هزيتو، واش دار لي؟ قال لي دخل. دخلت هذيك الساعه كنعطيهم المعلومات، شكون هو، فين هو، الاوصاف ديالو، اه كلشي، كاع المعلومات اللي كاينين، اش عنده من سلاح، اش عنده من اماره في وجهه، اش المهم كاع كلشي اللي ديتاي عطيتهم ليهم. هما كيهضروا معايا وانا كيهضروا معايا وكيدوزوا هذاك الشيء في الراديو ديال البوليس، ليزانفورماسيون كيدوزوا في البوليس. قال لي صافي دابا ما عطيتنا المعلومات، غادي نشدوك انايا وغادي من بعد غادي نصمتوا ليك. انا حطوني في واحد البيرو كنمشي وكنجي ما مرتاحش، كنقول لهم انا نجي نديكم البلاصه الفلان فلانيه، انا حطيتو غير هنا. كيقول لي لا غندير خدمتنا. جلس واحد نقول لك شي 10 دقائق والقطاس شوال خدام على بعضه. هو اللي بدا كيتسالي؟ لا جاي باش غادي يكمل الخدمه ديالو. جاي غير ملي قلت لهم راه فين حطيتو، شي بوليس مشاو باش يديروا لانتربراس باش يشدوه. وهو جاي في واحد كان واحد لوطوروت، وكان واحد تونيل كيدوز من تحت اللوطوروت، جاي باش غادي يجي للكوميساريه باش غادي يكمل الخدمه ديالو، باغي يقتل البوليس. هي هذيك هما يتيريو عليه ويتيري عليهم. انت في الكوميساريه كتسمع هذا؟ كنسمع القرطاس خدام، القرطاس خدام بالمعقول ماشي.
هي هذيك ما قتلوه ما شدوه ما والو، هرب 48 ساعة هو هارب من هذيك، تصابوا 13 في شهر 12 تصابوا عاد قتلوه. انا عطيتهم كاع المعلومات، كون ما كنتش انايا فاش عطيتهم هذوك المعلومات كان غادي بازار بغا يقتل الناس. هو قالها لي، كان في هذيك المنطقه فين كنت فين هزيت انا، كانوا تماك التوريس وكان مازال غادي يقتل، بقى يقتل في الناس، وما كانت عندهم حتى خبره عليه. هو انا جيت في الدور بين بدا هذيك لاطونطا بداها مع 47 دقيقه، وطلع عندي انا في الطاكسي مع 57 دقيقة، 10 دقائق قتل فيها خمسة الناس بلي صاف، بلي صاف 11 غراف زعما بصيفتهم للسبيطار. مثلا كاين الناس دابا اللي باقا ما كتمشاش على رجليها، كاين اللي الزحاف، كاين بزاف باقي قرطاسة في راس الانسان بشحال من واحد. هي هذيك انايا ملي تماك بقيت معاهم حتى الخمسة ديال الصباح كيتصنتوا ليا، عطيتهم كاع المعلومات. سي مصطفى، واش من السهل على الانسان يدوز هاد ربع ساعة؟ ايه في ربع ساعة في جهنم كما نقولوا في لونفير، واش سهل على الانسان نفسيا يدوزها؟ لا، هاد 15 دقيقة اللي دوزت مع هذا بحال اللي أنا كنقول لك دوزتها بحال اللي دوزتها مع الشيطان. الشيطان كما يقولوا لي فرونسي لو ديابل اون بيرسون. اي واحد كيما يكون النوع ديالو، كيكون سبورتيف، كيكون يتقى الله، كيكون امام، كيكون ما عرفتش، يكون غادي يجي واحد الوقت المخ ديالي ما بقاش غادي يحمل هاد لا سيتياسيون اللي فيها انا. فهمتي؟ كلشي كيرجع كيما نقولوا بالدارجه، كلشي كيرجع عليك، كلشي كيخوي فيك. من بعد انا المخ ديالي ولا غادي على اليسار والدات ديالي غادي على اليمين. بالفرنسويه كنقولوا لو ستريس بوست تروماتيك ايغو في اون تيرم ديال التيروريزم، زعما شي حاجه اللي هي لو توب نيفو ديال هذا الشيء ديال البسيكولوجيك. انا حاولت باش ما نطيحش في هاد الغرفه هذه اللي وقعت ليا، واخا هاد ليستوار رجعت عليا ورجعت على ولادي وعلى فاميلتي كلها وعلى مدينه كلها، ماشي غير ستراسبورغ كاع كلها. بغيت نحاول باش نخرج راسي من ما نبقاش في هاد لا ديبرسيون، ما نبقاش نخمم، ما نبقاش زعما بقاش كان فيا النعاس، ما كنعش، ما كناكلش، مخلوع دائما، مخلوع ودائما كنحضي من الناس. بغيت نحيد نخرج من هاد لا سيتياسيون اللي كنت فيها. هاد الحاله هذه شحال بقات معك تقريبا ديال الديبرسيون، هاد الجانب النفسي، الخوف؟ تلت سنين الاولى تمحنت فيها مزيان، واللي عاوني الصراحه ديال هي المغرب. جيت صدت هنا وصدت في المغرب، صدت واحد الراحة في نفسي، وصدت الناس معايا، لي زامي ديالي ولا فامي معايا، هما اللي وقفوا معايا. انا ماك حتى تجاوزت هذه المحنة. تخرجت من هذا، وملي كنت هنا في المغرب شوط كنكتب لهذيك القصة ديالي في الديتاي اش وقع لي هذيك الليلة، ومن بعد من هذيك الليله اش وقع ليا، وبقى هذيك الايام حتى اليوم. دابا اذا في الكتابه حضرتي في عدد ديال اللقاءات التلفزيونيه في الاوروب تقريبا، كاع القنوات استضافوك والاذاعات. دوزت شي تقريبا شي 50 ميديا اللي دوزت في اوروبا. دوزت بلجيكا، دوزت النرويج، دوزت الفرنساويين كاع دوزتهم، كاع لي زالمون حتى هما. وكيفاش كان الرد ديال السلطات ستراسبورغ على هذا؟ لان هذا موقف بطولي على انه انسان مغربي مسلم منقذهم من واحد الفاجعه كانت تكون اكثر من هذوك الخمسه ولا هذوك ال11 اللي تبليس. هي فعلا انا كون ما كنتش انايا، على سبحانه وتعالى هذيك الليله انايا ملي كنرجع الفيلم فيدباك اون اريير،
كنشوف ما كنتش غادي نخدم اصلا هذيك الليله وتحطيت في هذيك البلاصه. هذيك البلاصه اي تاكسي ما يدخلش ليها، انا دخلت ليها حيت كانوا معايا لي بارلمونتير هذيك الليله، بغيت نحطهم قراب المطعم اللي غادي يمشيو يتعشوا فيه. والحمد لله بحال اللي انا اختارني الله سبحانه وتعالى باش ندير هاد لا ميسيون هادي. يعني تم التكريم ديالك في عدد مرات لا قبل هاد العمل البطولي اللي قمتي به. وملي درت هاد الخدمه الصراحه ديال فرنسا زعما تعاملت معايا مزيان، عطاو المينيستر دو لانتيريور دار لي واحد ديكوراسيون ديالي انا ديال سكون ابل ديال لا ميداي دو لا سيكوريتي انتيريور كيعطاها ليا، ولو بريزيدون دو لا ريبوبليك توا دار لي واحد الميداليه تا هي علقها ليا صراحه ديال. ودابا خديت واحد البلاصه مهمه اللي دابا كنتعامل مع المينيستر دو لا جوستيس وكنتعامل مع بزاف لي زورغانيزاسيون في هذا الدومين ديال التيروريسم ديال لا بريز اون شارج ديال لي فيكتيم في التيروريسم، كنتعامل معاهم بواحد الطريقه صراحة قال خدش بغيت نخرج من هاد القصة اللي وقعت ليا، بغيت نخرج منها شي حاجة اللي نستفد منها أنا ويستفدوا منها كاع الناس ماشي غير ليا أنا. هاد القصة هذه جمعتيها في هاد الكتاب اللي أمامنا هو هاد كازميز بو سوفي ما في. كيف ممكن تكلمينا على الكتاب؟ واش هذا داخل في هذاك الجانب النفسي اللي خاصك ترد عليه الكلام، خاصك باش تحاول تخفف من اثر الصدمه اللي كانت عليك؟ هذا هضرت هذيك القصه ديالي جمعته ودلتها في هذا الكتاب. اش وقع لي هذيك الليله كان نعاود ديتاي كما يقولوا اون فرونسي سكوند بار سكوند، كان نعاود القصه ديالي وكنعاود كيفاش كنت كنهضر على المغرب هنايا، كن كيفاش تعاون معايا ملي اصحابي وحبابي لونتوراج ديالي كيفاش تعاملوا معايا، وكيفاش صرت الفرصه بين ما خرجت من هاد لا سيتياسيون باش نزيد لقدام باش عندي حياه جديده. دابا الحياه اللي كانت عندي قبل مشى يعني كلشي مشى صلحان قبل من 11 ديسمبر 2018 ماشي هو اللي لا ماشي هو صافي. هذه قصه غادي دابا داخله معايا كما نقول بالدارجه في الدم عندي تنموت بها، والفاميلا ديالي حيت ماشي سهله باش تدوز بهذه الطريقه هذه ويبقى شي واحد عنده عقله. كيف ما قلتي في الكتاب مصطفى انك تموت ولا تعيش دقيقه في هذا الوضع هذا. انا احسن نكون قلتها شحال مره كنقول ما قتلنيش بشي قطاسه ولا ضربني شي بوس، ولكن قتلني بشي طريقه اخرى عذبك بحال شي شوف بحال شي حنش اللي يكون يقلصك ويسيب السم فيك، وهذاك السم كيبقى يطالع غير بشويه ما كيقتلكش في هذيك البلاصه، كيبقى غادي يوصلك على ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه السوايع عاد باش كيوصل لك القلب ديالك كيقتلك بهذه الطريقه هذه. سبحان الله انا هذاك الشيء ما كنتش ماشي ما نقول ما كنتش نامن به ولا شي حاجه، كنقولوا حنايا هذاك الشيء كنشوفوا في التلفازه كنقولوا لا هذوك الناس اللي كيزيدوا فيه هو راه كيقول لك رانا شوف اي واحد بعينك انا شفتو وحضرتو. وفي الكتاب بغيت الناس باش يقراوا هذا الكتاب هذا باش يتخيلوا ويقولوا لشي واحد طرات لي شي نهار شي قصه بحال ما هكا ولا شي واحد في لونتوراج طرا لي هذا كيفاش خاصني نتعامل معاه، كيفاش خاصني ندير معاه شي حاجه زوينه باش ما يطيحش في لا ديبرسيون باش ما يمرضش باش بزاف ديال الحوايج. هذه قصه زعما لاي واحد ماشي قصه ديال مصطفى صلحان ديال كاع الناس اللي كيديروا مثلوا في الحياه ديالهم شي حاجه وقعت ليهم ولا سميتو باش يديروا ليدونتيفيكاسيون ديالهم باش يعرفوا. راه قلت بحال الكتاب كيف ما تبعنا في الاعلام حاضي بواحد المتابعه بواحد التغطيه كبيره ديال الاعلام الاوروبي في التوقيعات، تم استضافه كيف ما قلنا في عدد ديال التلفزيونات. كلمه اخيره سي مصطفى على هذا الكتاب هذا وعلى هالشيء اللي عشتيه ككل.
هذا الكتاب دابا في اوروبا اي 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 بلاد دخل ليها، والحمد لله دابا دخل المغرب، وبغيت كاع المغاربه خوتنا يقراوا هذا الكتاب. وباش بغيت نبين بين ما المغاربه تبارك الله الحمد لله ملي كيكونوا على برا، كاين اللي كيخدم، كاين اللي كيدير المشاريع، كاين اللي كيدير ديجاس بحالي انايا واكثر مني انايا اكثر، فهمتي؟ باش كنبينوا هذه، باش باش نخليوا السمعه ديالنا زينه، وباش كنبينوا لهاد زعما المغاربه راه كيديروا شي حوايج اكسترودينير في العالم. طب بحال انت قمت بعمل بطولي من حيث انقاذ مدينة ديال ستراسبورغ من هذا الارهاب هذا، وانه ما يتجددش مره اخرى. سي مصطفى صراحه كنت معنا، شكرا جزيلا لك والى اللقاء ان شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا.